السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن أزمة غلاء الأسعار، كيف نعالج مشكلة غلاء الأسعار. ننظر في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية وفي القواعد الفقهية كيف عالج الإسلام مشكلة غلاء الأسعار. تجابهنا آية قرآنية يقول فيها ربنا عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الكثير من الناس لا يعرفون كيف أن المال يتسرب من بين أيديهم. منذ منتصف الشهر يجدون بأنهم في حاجة للاستدانة. الكثير من الناس يشتكي بأنه لم يعد يقدر أن يغطي جميع احتياجاته براتبه الشهري، فكيف نقلل من مصاريفنا ونفقاتنا، وكيف نتخلص من بعض العادات الاستهلاكية الغير الضرورية التي اعتدنا عليها. إذا رجعنا إلى الشريعة الإسلامية نلاحظ بأنها قد وضعت لنا قواعد لحفظ التوازن بين الفرد والمجتمع، وسنت لنا أحكام لدفع الغش والاحتكار، ونهتنا عن الإفراط والتفريط. ومن ثم على ضوء هذه القواعد يمكن أن نعالج مشكلة غلاء الأسعار حتى يحافظ الناس على ضرورياتهم الأساسية التي لا غنى عنها. هذا الغلاء في الأسعار ليس جديدا، هو في كل زمان وفي كل مكان. حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غلا السعر كثيرا، فجاء بعض الصحابة يسألونه، كما يروي أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا سعر لنا. فقال النبي الكريم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. فالنبي الكريم خشي من التسعير لماذا أن يضر بالتجار، ولكن وجه عدة توجيهات للدليل على الله عز وجل بأنه المسعر هو القابض هو الباسط هو الرازق. والعلماء والفقهاء استنبطوا من هذا الحديث القول بسد الذرائع. سد الذرائع اللي هو قضية فقهية أصولية غايتها هو المنع من بعض المباحات لإفضائها إلى مفسدة. فترك حرية الناس في البيع والشراء بأي ثمن دون تسعير هذا في الأصل أمر مباح، لكن في ظروف استثنائية قد يؤدي إلى الاستغلال والجشع والتحكم في ضروريات الناس وأقواتهم. هنا يقضي الشرع التدخل بتقييد التعامل بأسعار محددة. أولا أيها الأحبة الكرام، علينا أن نعلم بأن كل ما يحصل للأمم أو الشعوب من الشدة والرخاء والسراء والضراء هذا كله بأمر الله. الله تعالى هو القابض وهو الباسط وهو الرازق وهو المسعر. وأحيانا قد يكون هذا الغلاء
هو من أسباب الابتلاء ليرى ربنا عز وجل ويظهر صبر الناس، مدى صبر الناس. قد يكون ابتلاء لقول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الإنسان عليه أن يصبر في مثل هذه الحالات وليحتسب، لأن ذلك ابتلاء. وقد يكون هذا الأمر عقابا في بعض الأحيان، كما الآية السالفة الذكر: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. المجتمع الدولي عموما في السنوات الأخيرة عانى من لباس الجوع والخوف، ونحن نعلم بأن هناك أوضاع عالمية ساهمت في ارتفاع الأسعار. الكل لا يخفى عليه أزمة الكورونا، ثم مشكل الجفاف وندرة المياه، ثم ارتفاع أسعار مواد الطاقة خصوصا البترول والغاز بسبب التوترات على مستوى الصراعات الدولية، وأيضا مشاكل صارت تعتري عملية التوريد للمنتوجات بجميع أصنافها وغيرها من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار. لكن كيف نعالج مشكل غلاء الأسعار؟ في الشريعة الإسلامية أول شيء لابد أن نقاوم الاحتكار والاستغلال، لأن هناك من يحتكر المواد الأساسية ويخزن السلع والبضائع حتى تنفد من السوق، ثم يقوم برفع سعرها ثم يبيعها بأضعاف ثمنها، وهذا الأمر حرام في الشريعة الإسلامية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من احتكر طعاما 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله تعالى منه، وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى. الاحتكار للمواد الأساسية هذا حرام. نعم، قد يحتكر الإنسان أو يخزن بعض الأطعمة أو بعض المنتجات له ذلك، ولكن إذا تجاوز 40 ليلة، 40 ليلة برئت منه ذمة الله، لأنه بذلك يلحق الضرر بالناس. قد يوجد الجشع والطمع في بعض التجار، فكيف نعالجه؟ نعالجه لابد من التدخل، وأيضا تكون هناك المراقبة، تعزيز المراقبة للبضائع التجارية. وإذا تقلصت المواد الأساسية لابد من الدولة أن تتدخل لزيادتها، تعمل على زيادة هذه المواد الأساسية. الشريعة الإسلامية توجه النصيحة لكل تاجر مسلم يتحلى بحسن النية، وجهته بالرفق بالمسلمين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه خطابا للتجار، قال: يا أيها التجار، قال: إنهم يبعثون يوم القيامة فجار، إلا من اتقى الله وبر وصدق، إلا من اتقى الله وبر وصدق. فالتاجر المسلم لابد أن يكون سمحا في بيعه، سمحا في شرائه، سمحا في معاملاته المالية. وقد دعا النبي الكريم بالرحمة للتاجر الذي يكون في هذه الصفات، فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، وسمحا إذا اقتضى. من صفات التاجر المسلم هو الليونة في البيع والشراء والمعاملة. لكن في حالة ارتفاع الأسعار للمواد الأساسية لابد للمستهلكين والمشترين أيضا من بعض التوجيهات. فالمستهلك والمشتري عليه أن لا يتوسع في اقتناء كل شيء. هناك بعض الناس أصيبوا بحالة من الشره، يريد أن يشتري كل شيء، يدخل إلى الأسواق الكبيرة ويشتري كل شيء، مع العلم أن هذا المال الذي هو رزق من الله نحن محاسبين عليه، لأن الله تعالى سيسألنا عن المال يوم القيامة: من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ فالإنسان الذي ينفق المال حتى في الحلال بالإسراف يحاسب عليه. ربنا عز وجل قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولا تسرفوا.
ومرة الصحابي الجليل جابر ابن عبد الله مر ومعه لحم، مر على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحم كثير، فقال: يا جابر ما هذا اللحم؟ قال: هذا لحم اشتهيته واشتريته. فقال له سيدنا عمر بن الخطاب، وكان آنذاك خليفة المسلمين، قال له: يا جابر، أو كلما اشتهيت شيئا اشتريته؟ أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية؟ قال: أي آية؟ قال: قول الله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ليس من الحسن أن الإنسان كلما اشتهى شيئا يشتريه. هناك بعض الناس عندهم الرغبة في أن يقتنوا كل شيء، وهذا يساهم في هذا التضخم وهذا الغلاء. ينبغي أن نراعي الأولوية في الإنفاق، وينبغي أن نرشد الاستهلاك، ولابد أن نضع المال في محله. فالملاحظ أن الكثير من الناس يشترون أشياء لا يحتاجون إليها. ربما كل واحد منا سوف يجد في خزانة ملابسه ثيابا وقمصانا وسراويل وغيرها ربما لم يلبسها سوى مرة أو مرتين في حياته، وبقيت هكذا مرمية. وكم من سيدة تقتني أدوات كثيرة في المطبخ وتضعها، وكم من عائلة تضع طعاما كثير حتى يمر عليه وقت الصلاحية ويتم رميه في وهكذا لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان عليه أن يراعي الأولويات في الإنفاق. أي نعم، الإنسان لا ينبغي أن يبخل عن نفسه، ولكن أيضا لا ينبغي أن يبالغ في الاستهلاك. ربنا عز وجل قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. من المنطقي أن الإنسان قبل أن يذهب إلى التسوق في أي مكان، خصوصا في الفضاءات الكبرى أو في البقالات الصغرى، لابد أن يضع قائمة للتسوق يحدد فيها ما يحتاج إليه بدقة. ممكن أن يسجل ذلك في ورقة ويدون ذلك، مثلا يضع الفئة الأولى تحت عنوان الأساسيات، يعني الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها، ثم الفئة الثانية يضع فيها الكماليات أو الرغبات التي يمكن الاستغناء عنها، ويحاول أن يوازن بين ما سوف يشتري وبين دخله. فمثلا الفواتير الشهرية الثابتة مثل إيجار البيت وقسط السيارة وفواتير الماء والكهرباء، هذه ضرورية. ثم الاحتياجات الأساسية من طعام وشراب وعلاج وتمدرس، ضروري جدا. وبعد ذلك تأتي مرحلة الكماليات أو الرغبات الزائدة. على المؤمن أن يتحلى بالقناعة. من صفات المؤمن رغم أنه يكون ثري ورغم أنه يكون ميسور، لابد أن يتصف بالقناعة. وهذه القناعة أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم، بأن ننظر إلى من هو دوننا ولا ننظر إلى من هو فوقنا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أشجر أن لا تزدروا نعمة الله. الإنسان كلما التزم بالتحلي بخلق القناعة كان إلى الله أقرب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. قد أفلح، هذا هو الفلاح العظيم، من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. كذلك أيها الأحباب الكرام، علاج مشكلة غلاء الأسعار التي يكتب بها الكثير من الناس الآن، ربما في مواد في الخضروات، في الفواكه، في اللحوم، في الأسماك، في الدجاج، في الملابس، في المواد الدراسية، في المحروقات، غلاء الأسعار في كل شيء. كيف نعالج هذه المشكلة؟ في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان خليفة، جاء إليه الناس يشتكون، قالوا له: لقد غلى عندنا اللحم وغلى عندنا كذا وكذا، فسعره لنا، وضع لنا سعر لهذه المواد، نحن نحتاج إلى كذا. فقال سيدنا عمر: أرخصوه أنتم، أرخصوه أنتم. فقالوا: نحن نشتكي غلاء السعر عند الجزارين للحم وذلك، ونحن كيف نقول أرخصوا أنتم؟ قال: أي نعم. فقالوا: وهل نملك حتى نرخصه؟ فقال قولته الرائعة:
قال اتركوه لهم، اتركوه لهم. المواد اللي هي غالية الثمن اتركوها، اتركوها عند أصحابها ولا تشتروها، وبالتالي سيضطرون مكرهين أن يخفضوا السعر، لأنها إذا بقيت عندهم ستفسد وتنقضي صلاحيتها وتكون لهم خسارة عظمى، فسيضطر التجار أن يرخصوا هذا السعر لهذه المواد. هكذا قال سيدنا عمر الخطاب: أرخصوه أنتم، أتركوه لهم. كذلك وقع في مراحل كثيرة، في مرة في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز أيضا كان قد غلت بعض المواد الغذائية، وخصوصا كان عندهم الزبيب، فقالوا سعر لنا ثمن الزبيب لقد غلى علينا، فكتب إليهم أن أرخصوه بالتمر، أي استبدلوه بشراء التمر الذي كان متوفرا بكثرة، فإذا كان مادة غالية نتركها ونستبدلها بمادة موجودة، وهكذا سوف يضطر التجار أن يرخصوا تلك المادة. وهذا ما وقع فعلا، فرخص التجار الزبيب وصار التمر خير بديل. علاج مشكلة غلاء الأسعار، لابد أيضا للمسؤولين في الحكومة أن يتدخلوا. أولا يتدخلوا بدعم السلع الأساسية الضرورية التي يحتاج إليها المواطنون، مثل المواد الغذائية الأساسية، وكذلك الأدوية اللي هي منتشرة بعض الأمراض كتكون بين الناس، وكذلك الأعلاف خاصة بالغنم والأبقار والمعز وغير ذلك. الأعلاف لابد من التدخل لدعم هذه السلع الأساسية لتكون في مقدور عموم الناس. وأيضا الحكومات لها دور آخر، لأن الواجب يكون أولا على التجار، ويكون أيضا على المستهلكين من عموم أبناء المجتمع، وأيضا على القائمين على الحكومة. من ذلك مثلا أنهم يعملون على صرف مبلغ لكل أسرة فقيرة يساعدها على التخفيف من التكاليف ديال الأولاد والبنات والعائلة. وهذه سياسة، هذه سياسة إسلامية قديمة جدا. في العهود الإسلامية الذهبية نلاحظ بأن الحكام المسلمين كانوا يتدخلون لدعم الأسر الفقيرة. فمثلا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي دامت خلافته 12 سنة وكانت زاهية، كان قد وضع وخصص رواتب ثابتة للمواليد وللأطفال الصغار، فجعل لكل مولود أول ما يولد 100 درهم في ذلك الزمن، فإذا ترعرع جعلها 200، فإذا بلغ رشده زاده أضعاف ذلك. فهذه المساعدة للأسر المحتاجة، والذين خصوصا ليس لهم مورد ثابت أو ليست لهم رواتب شهرية، لابد من دعمهم للتخفيف من تكاليف الحياة وغلاء المعيشة. كذلك ممكن للقائمين على الحكومة أن يعملوا على تسديد ديون المعدمين والمنكوبين، لأن دي علاج لهذه المشكلة. فقد يكون هناك أناس مقيدون عندهم ديون، وقد يكونوا منكوبين بسبب الحرائق أو بسبب الجفاف أو بسبب فيضان، أو يكونوا معدمين. وهذا الأمر كان في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، كان إذا بقي في زيادة في بيت المال سدد بها المدينين، ودفع منها لمن أراد الزواج. كان حتى لمن أراد الزواج من الشباب كان يعطيهم البدل من أجل أن يقيموا علاقة زوجية شرعية ويؤسسوا أسرة. هذا الدور الاجتماعي الذي ينبغي أن تقوم به الحكومة. وبالمقابل أيضا موازات ذلك، الحكومات عليها أن تراقب التجار وتعمل على عدم رفع الأسعار وعدم احتكار المواد في المخازن. تتدخل بقوة المراقبة، الأجهزة المراقبة التي تكون في العملات والجماعات وفي الوزارات وغيرها، تتدخل لمنع الاحتكار ولمنع التلاعب بالأسعار. وأيضا من الأمور التي ممكن أن تقوم بالحكومات إعادة النظر في رسوم بعض الخدمات، كمثلا فاتورة الكهرباء، فاتورة المياه، فاتورة المواصلات. لا شك أن المواطن قد يتأذى من الثمن المرتفع، والسوق العالمية هي في هذا الغلاء، لكن لا بأس للحكومة أن تتدخل لإعادة النظر في هذه الرسوم للخدمات الكهرباء والمياه والمواصلات. هذه كلها ربما بعضها
بعض المسؤولية هي على الحكومة، البعض الآخر على أفراد المجتمع، والبعض الآخر من المسؤولية يقع على التجار. فالمسؤولية هي مشتركة ومقسمة بين الجميع. وهناك أيضا وسيلة أخرى أيها الأحبة الكرام لعلاج مشكلة غلاء الأسعار. كيف ذلك؟ يكون هذا للجميع بالتوبة والرجوع إلى الله. التوبة والرجوع إلى الله. إذا تساءلنا لماذا هذا الغلاء في الأسعار، لماذا هذا الجفاف، لماذا هذا الصراع الدولي والحروب والتوترات، كل هذا ربما يحتاج إلى توبة ورجوع إلى الله. ربنا عز وجل يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فقد يكون الفساد، وقد يكون الظلم، وقد يكون الاحتكار، وقد يكون الجسع، ويترتب عليه النضرة في المواد والمجاعات وغيره، كل هذا في البر والبحر بسبب تدخل الناس. ربنا أعطانا الخير، ربنا خلق الأرض وقدر فيها أقوتها، ولكن التدخل السيء للإنسان بما كسبت أيدي الناس هذا هو السبب، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا وقعت هناك إفساد في المجتمع ربنا قد يبتلينا بالبلاء، فيحبس الغيث ويغلي الأسعار، وكل مصيبة إلا وسببها الذنوب والمعاصي. هكذا قال ربنا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهنا ربما وصية من الوصايا المهمة قد لا ينتبه إليها الخبراء في المجال المالي والاقتصادي، ولا بد أن ينبه إليها العلماء والفقهاء والمصلحون، وهي أن من أسباب علاج غلاء الأسعار وهو إعلان التوبة للرحمن سبحانه وتعالى. فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. ومن أسباب الازدهار وكثرة الخيرات هو لزوم الاستغفار. ربنا عز وجل قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعلينا أيها الأحبة الكرام لكي نعالج مشكلة غلاء الأسعار أن نربي فينا الضمير، الضمير الحي، على التقوى وعلى المراقبة وعلى القناعة بالقليل. وبذلك ربنا يفتح لنا البركات، لأن كما أمسك الله تعالى سوف يطلق البركات، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فمن أهم أسباب علاج غلاء الأسعار، ومن أهم أسباب أن يكون هناك الحمد لله الوفرة في الخيرات، الناس أنهم يجددون الإيمان والتوبة في قلوبهم، لأن التقوى وتجديد الإيمان هو من أسباب سعة الأرزاق والبركة. وربنا عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. وهذا يقتضي منا أيضا أيها الأحباب الكرام أننا نوسع من خلق التكافل الاجتماعي فيما بيننا، وأن نؤدي فريضة الزكاة والصدقات التي أمرنا بها المولى عز وجل، لأن الزكاة تحمي المجتمع من الفقر وتحمي الدولة من الإرهاق. فالزكاة هي سبب البركة والمودة بين أفراد المجتمع. والتكافل الاجتماعي هو أن الأغنياء يقدمون المساعدة لإخوانهم الفقراء، كما كان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. هذا التكافل الاجتماعي. ثم أننا نقلل من الاستهلاك ونلتزم بخلق الرضا والقناعة بما قسم الله، لهذا هو سبب الغنى. سيدنا النبي كان يقول: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. فنسأل الله تعالى أن يرخص أسعارنا، نسأل الله تعالى أن يكثر خيراتنا، نسأل الله تعالى أن يؤمن أوطاننا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا التكافل والتراحم فيما بيننا، نسأل الله تعالى أن ينزل علينا الغيث من السماء.
اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيت ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيت ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيت ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا تحت الأرض فأصعده، وإن كان رزقنا قليلا فكثره، وإن كان رزقنا كثيرا فبارك لنا فيه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا قريبا فمكننا منه، واجعلنا يا مولانا نصرفه على الوجه الذي يرضيك عنا وأنت غير غضبان. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.